بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب مدرسة التميز النموذجية، في درس من دروس لغتنا العربية. ومعنا في هذا الدرس الحصيلة اللغوية للوحدة الأولى، وسنتناول فيها بإذن الله تعالى بداية الترادف. ومعنى كلمة القطيعة أي الهجر والصد، فاض زاد وكثر، عباب أي موج مرتفع، حفظ بمعنى صان واعتنى، مبتهج بمعنى سعيد وفرح. في جملة نقول: لا تكن نماما فتوقع القطيعة بين الناس. ثم نأتي إلى الضد، ومعنى كلمة أخفى أظهر وكشف، الزاهية الخافتة الباهتة، النافعة الضارة. في جملة نقول: أخفى المؤمن صدقته. ثم نأتي إلى المفرد، ومعنى كلمة الفتن مفردها الفتنة، أفراد فرد. وفي جملة نقول: الفتنة طريق الشر مثلا. ثم نأتي إلى الجمع، ومعنى غرض جمعها أغراض. في جملة نقول: أحرص دائما على أغراض المدرسة. ثم نأتي إلى كلمة عقد، والمعنى السياقي لها، فنقول عقد العامل الحبل أي ربط، عقد العزم أي نوى وقرر، عقد البيع موثق أي مكتوب أو متفق عليه مكتوب، عقد لسانه عن الكلام أي توقف وتلعثم. ثم نأتي إلى تصريف كلمة صدق، فنقول صديق صداقة صدقة. في جملة نقول مثلا: حافظ على صداقة الأخيار، أيضا الصديق وقت الضيق، أيضا المسلم يخرج الصدقة لله تعالى. إلى هنا ينتهي درسنا أحبابي، بارك الله فيكم.